الغطاء النباتي في منطقة الجبل الأخضر هو خليط من أنواع مختلفة ذات قيمة اقتصادية هامة. هذه الأنواع كما هو معروف في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط تعرف باسم مجتمعات الماكي، وهي عبارة عن خليط من أنواع من الأشجار المخروطية وأيضا من أنواع ذات الورق العريض. من أهم الأنواع التي تعتبر سائدة في هذه المنطقة هو جنس العرعر الفينيقي، حيث يمثل هذا النوع لوحده ما يقارب 70% من الأنواع النباتية الموجودة في المنطقة. بالإضافة إلى العرعر الفينيقي هناك أيضا بعض الأنواع المخروطية الأخرى مثل السرو الإيطالي والصنوبر الحلبي التي تنتشر في هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك هناك أنواع أخرى من أنواع ذات الورق العريض ذات قيمة اقتصادية ومعروفة لدى سكان هذه المنطقة مثل الخروب والزيتون وشماري والبطوم. أحد أهم المشاكل التي تواجه الغطاء النباتي في منطقتنا هو حاليا صعوبة تعريف أو تحديد المناطق المملوكة للدولة والتي هي تكون مناطق طبيعية ومحمية بموجب القانون. غالبية أراضي الغابات أو المناطق التي توجد فيها الغطاء النباتي بصورة كثيفة تقع في ضمن الأراضي الخاصة أو مملوكة لأفراد وعائلات معينة. هذا أيضا بالإضافة إلى العديد من المشاكل التي تواجه الغطاء النباتي، والتي أهمها منذ ما يقارب 9 سنوات هي عملية التوسع العمراني المفرط الذي شهدته البلاد وفي غياب منهجية واضحة جدا، مما أدى إلى إزالة مناطق كثيرة جدا كانت مناطق طبيعية ومأهولة بأنواع نباتية أصبحت الآن هي مناطق تجارية إلى حد ما أو مناطق سكنية. اسمها منطقة جديدة. راها شخص جديد لوحده حتى